18 ميكسان بعد 18 ميكسان حسن ربي يوفقك ان شاء الله كل شيء مبروك ربنا جهز اخر بكره ان شاء الله انا سعيده جدا لاني تحصلت على هذا المعدل وشرفت ولايه نعامه والأولية ومتوسطتي والأساتذة. هذا المعدل تحصلت عليه بفضل المرافقة تاع الوالدين تاعي، المرافقة المادية والمعنوية ومرافقة الأساتذة في المتوسطة. ألف مبروك للسنين بمناسبة تحصلي على معدل أول في الشهادة تاع المتوسط، وهذا لم يتأتى من العدم وإنما بالجهود والمثابرة أولا، ثانيا بمرافقة الأولياء والوالدين بحكم أن اتجاه الأبناء يكون من الأسرة. ثانيا نشكر كل لي بروف نتاعها والإدارة نتاع دحاوي يحيى.